المسائية من استوديو الميادين في العاصمة العراقية بغداد. سلام الله عليكم وإلى عناوين ملف هذه الليلة. عشية الذكرى 70 لنكبة فلسطين، الإماراتيون يرفعون علمهم إلى جانب علم إسرائيل، وفنانون غربيون ينتفضون ضد سياساتها بالإدانة والمقاطعة. تخل عن فلسطين في مواجهة التهويد والطمس، وترويج لصفقة العصر، قادة خليجيون يتدرجون في التطبيع وصولا إلى الدفاع عن اعتداءات إسرائيل في سوريا. تعويل في تل أبيب على اندفاع بعض العرب نحو التطبيع وسط هجمة إعلامية إسرائيلية تصطدم برأي عام عربي يرفض المهادنة. في الذكرى 70 للنكبة يصعد بعض الدول العربية وخصوصا الخليجية تدرجه نحو التطبيع مع إسرائيل، فباتت ميادين الرياضة منصة جديدة حيث جاءت مباراة العار وتشابك أيدي الغدر التي جمعت المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي لكرة الشبكة عشية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وفي ظل تصعيد الاحتلال جرائمه ضد الفلسطينيين، وزير خارجية البحرين أعلن تأييده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في معرض التعليق على اعتداءاتها على سوريا، متماهيا مع حليفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المدافع عما وصفه بحق الإسرائيليين في أرضهم. وهي مواقف تطرح عشية ذكرى النكبة، تطرح علامات استفهام حول تزامنها مع موجة تظاهرات شعبية في العالمين العربي والإسلامي تعلن التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع وتأييد خيار المقاومة لإفشال صفقة القرن وأجندة الأمر الواقع التي تحاول واشنطن فرضها بالتنسيق مع حلفائها. في العنوان الأول في ملفنا الوحيد لهذه الليلة، التطبيع الرياضي واحد من محطات التطبيع التي يمهد عبرها بعض الدول الخليجية العلاقات مع إسرائيل في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون الاحتلال من دون هوادة. هذا تقرير لهبة الله بيطار. في يوم الجمعة 11 من أيار مايو عام 2018، كان شبان فلسطين ورجالها ونساؤها وأطفالها يقارعون الاحتلال الإسرائيلي في جمعة النذير. كانوا يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن حقهم في العودة. وفي اليوم نفسه وجد الفلسطينيون أنفسهم يتلقون طعنة غدر عربية في الظهر. في جبل طارق لاعبات فريق الإمارات لكرة الشبكة كنا يعانقنا لاعبات الفريق الإسرائيلي، والمسؤولون الإسرائيليون يحتفلون بما وصفوه بالنصر. هو يوم للتاريخ، يوم العار الذي ربحت فيه الإمارات المباراة لتخسر في المقابل من رصيدها العربي. هي ليست جريمة تطبيع وحسب، بل تبدو جريمة أخلاقية ولا سيما في توقيتها. قبل أيام من الذكرى 70 لنكبة الشعب الفلسطيني يرفع العلم الإماراتي إلى جانب العلم الإسرائيلي من دون أي خجل من التطبيع العلني. لا توحي أسماء اللاعبات في الفريق الإماراتي بأن أيا منهن عربية، أمر قد يبرئ الشعب لكنه يدين مسؤوليه. محطة التطبيع الرياضي سبقتها محطات أخرى، منها السري ومنها العلني، تمهد عبرها بعض الدول الخليجية لعلاقات مع إسرائيل، ومنها ما حصل قبل شهرين عندما سمحت السلطات السعودية للمرة الأولى لطائرة هندية بعبور أجوائها وهي في طريقها إلى مطار بن غوريون. تبع ذلك اعتراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق الإسرائيليين بأن يكون لهم أرضهم وفق تعبيره. ثم جاءت تغريدة وزير الخارجية البحريني التي يعترف فيها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في تضامن غير مسبوق مع دولة الاحتلال تعقيبا على القصف في الجولان السوري المحتل. أمثلة التطبيع باتت كثيرة، بل هي أكثر مما يمكن للضمير العربي أن يتحمله، ولا رد عليها أبلغ من كلام مقاومة فلسطينية تواجه الاحتلال عند حدود قطاع غزة. أنا بحكي للدول اللي مطبعة مع إسرائيل، كفاكم، ألا تخجلون؟
كفاكو والله اللي بتعملوه عار، عار في حق الأمة. نناقش عناوين هذا الملف مع ضيوفنا من نابلس البروفيسور في الفلسفة السياسية دكتور عبد الستار قاسم من العاصمة التونسية، منسق شبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية الأستاذ صلاح الداودي، أيضا من واشنطن سيكون معنا دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أبدأ معك دكتور عبد الستار قاسم، الموضوع نعم. كسؤال نفتح في هذا النقاش، الموضوع بات مكشوفا، هل هو انفلات من عقال أم هو عمل ممنهج مدروس يتدرج ليدخل في صميم العالم العربي؟ أنا تقديري أخي الكريم هو ممنهج، يعني الأمور لا تأتي بالصدفة ولا تسقط من السماء فجأة، إنما تكون لها أرضية، والأرضية هذه تتدرج إلى أن نصل أعلى السلم. وعدد من البلدان العربية قد وصل أعلى السلم منذ زمن، وها هي بعض دول الخليج الآن تلحق بالركب للأسف الشديد. كل هذا العمل هو يشكل استفزازات وإساءات مرة وقاتلة وصعبة للشعب الفلسطيني، ونحن نعتبرها تحدي لنا أولا قبل أن يكون تحديا لأي دولة عربية أخرى. شعب مشرد منذ أكثر من 70 عاما يعاني الأمرين في كافة المجالات، ويقاتل يوميا، ويرتقي منا الشهداء، ويسقط الجرحى، وتقتلع أشجارنا، وتهدم منازلنا، وإلى آخره. وهؤلاء الذين يدعون العروبة إنما يمسخون هذه العروبة ويمرغونها بالوحل بأوحال الكيان الصهيوني. هذا طبعا بالنسبة للشعب الفلسطيني كله هو غير مقبول إطلاقا، ويشكل اعتداءات إضافية، اعتداءات إضافة إلى اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، لأن الاعتداء ليس طيب بالرصاص فقط، وإنما دكتور الاعتداء أيضا على المشاعر وعلى هذه العواطف. هذا نعم. النوع هذا النوع من التطبيع أو من الاتصالات مع إسرائيل موجود، كان موجودا، دول خليجية طبعت مع إسرائيل، ولكن كان في خجل، كان في قنوات سرية، كان عندما يكشف نعم. تكشف أي صحيفة ولو تلميحا يخرج المسؤولون وينفون ذلك ويعني بشدة. اليوم هذا الحياء سقط، يعني لا خجل في الموضوع، هناك نوع من المكاشفة نعم. اليوم، يعني سقطت كل الأقنعة إذا جاز التعبير. ما هي الأسباب التي دفعت نعم. هذه الدول من الخجل والخوف من المسألة إلى عدم الاكتراث بها؟ يعني روحوا اعملوا فلسطينيين أو عرب أو مناضلين، اعملوا اللي بدكم إياه. أخي كمال، يعني نحن لم نكن أغبياء في السابق، وكنا نعرف أنه في هناك اتصالات ما بين عدد من الأنظمة العربية والكيان الصهيوني. وأنا أعرف تماما، وأنا أستاذ في الجامعة الأردنية، كيف اعتقلوا زميلي الأستاذ في الجامعة لأنه قال إن هناك زيارات من المستوى الرسمي للكيان الصهيوني. اعتقلوه وعذبوه ليعترفوا بعد شهر أن هذه الزيارات كانت تتم. يعني كانت مأساة حقيقية، وكانوا يقومون بالعمل سرا بسبب نوع من الخجل، كانت تحمر خدودهم بسبب لهذا السبب. الآن مع الزمن الإنسان يتدرج في الخجل إلى أن يخلع قناع الخجل نهائيا والحياء، فلا حياء ولا خجل ولا تردد الآن بسبب طبعا لعدة أسباب. السبب الأول هو ترهل الساحة العربية، ونحن بنعرف إنه في هناك دول عربية مثل مصر والأردن وأيضا السلطة الفلسطينية تعترف بالكيان الصهيوني. هؤلاء مهدوا لعملية تطبيع واسعة جدا، ومهدوا لإقامة علاقات. يعني المسألة لن تتوقف عند التطبيع، بل سيكون هناك اعتراف متبادل، وسيكون هناك علاقات دبلوماسية بين بعض دول الخليج والكيان الصهيوني، وليس بعيدا. وأيضا لن تكتفي هذه الدول بالتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، بل ستتصاعد الأمور إلى أن يكون هناك تحالف عسكري. الآن السبب الثاني بعد ترهل الساحة العربية
هو أن أغلب الأنظمة العربية هي موجودة تحت المظلة الأمنية الأمريكية، وإذا أزيلت هذه المظلة العديد من الأنظمة العربية ستسقط وتنتهي. فالآن مصلحة الأنظمة العربية خاصة في الخليج أن تبقي على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إرضاء الكيان الصهيوني. فالإرضاء في الكيان طيب دكتور عبد الستار، الحلقة الوسيطة. نعم، أريد أن أخذ رأي ضيفي أيضا وضيوفي، أستاذ صلاح الداودي، أسعد الله مساءك. وعندما نتحدث عن تطبيع، ربما الدكتور عبد الستار تجاوز كلمة تطبيع في تحليله إلى تحالف، وليس فقط تطبيع على قاعدة تغيير العدو. لكن في موضوع الروادع أستاذ صلاح، لماذا سقطت الروادع بالنسبة لبعض الأنظمة العربية، خاصة ما يتعلق بأنظمة الخليج؟ ما هي هذه؟ تحتاج إلى قراءة موضوعية هنا. لماذا اندفعت هذه الأنظمة بهذا الشكل المكشوف الغير مكترث بما يجري في فلسطين حاليا، في غزة، بالصلف الإسرائيلي، بالتطرف الموجود في إسرائيل، واندفعت دون روادع؟ هذا أكيد له أسباب جرت في العالم العربي خلال السنوات الماضية، ليس كذلك؟ نعم تماما. في البداية أسعد الله مساكم. أنا أذهب أيضا إلى مقولة أن الله يحييكم، أكثر من أنها وصلت إلى درجة التحالف، هي أصلا أصبحت رديفة. هذه الكيانات المتصهينة المطبعة أو وحدة المستعربين الخليجية هذه الموجودة الآن، هي في النهاية ارتقت إلى ما كانت تبحث عنه أو يبحث عنه كيان العدو الصهيوني منذ سنوات طويلة، على الأقل منذ سنة 2008، أي منذ مؤتمر هرتزيلا لسنة 2008. وكان يكرر دائما وأبدا نظرية عدم تعديل الردع، أو رغبته في عدم تعديل الردع أو الردع المعدل. وكذلك يريد أن يسوق من نظرية ما يسمى من الخارج إلى الداخل. ووجد الآن عبر ما كان يسميه منذ سنة 2008، كما قلت، مؤتمر هرتزيلا 2008 2009 الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وحتى اليوم وصل إلى قناعة أن البيئة البديلة الحاضنة لحركة التطبيع والصهيونية توجد حصرا في الخليج. أولا لأن هذه الدول تحولت ليس فقط إلى حليف كما قلت، وإنما إلى رديف، وهي مهددة بالاندثار إذا لم تمضي في التطبيع الكامل وعلى كل المستويات. ثانيا هي تحولت إلى صهيونية داخل الصهيونية، وتحولت إلى كيانات إرهابية تمارس التطبيع والإرهاب والتبعية كأعلى درجات إرهاب الدولة وجرائم الدولة. ومن هذا المنطلق وربطا بما يجري الآن، الصهاينة يحسبون هذا في المسح الاستراتيجي لسنة 2017، يحسبون القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة الخليجية والمقدرات الاقتصادية، يحسبونها في عتاد وفي قوة وفي مؤشرات القوة لكيان العدو الصهيوني. ولذلك عندما نقول أن هذا الردع بالمقابل أستاذ صلاح، نعم، لكن بالمقابل أستاذ صلاح، كما قال الدكتور عبد الستار من نابلس، هناك دول عقدت اتفاقيات سلام بين قوسين مع إسرائيل، الأردن، مصر، وأيضا السلطة الفلسطينية. يعني الخليجيون قد يقولون، ليس الخليجيون، السياسيون في الخليج قد يقولون ليش نحن لا؟ نعم. يعني نحن لا، لأن الخليج في المنظار الصهيوني من الناحية الجيوسياسية وحتى من الناحية الجيو أمنية والجيو عسكرية ليس خريطة واحدة وليس خريطة ثابتة كمصر مثلا أو كالأردن، مع أن الأردن تدخل في الحسابات وحسابات يعني التبادل وما إلى ذلك. بالنسبة للمنطقة الخليجية، هي منطقة توسع جيوسياسي للكيان الصهيوني حتى هذه اللحظة أكثر من مصر وأكثر من الأردن وأكثر من سوريا، ولذلك هي تجد فيها المجال الحيوي الأنشط والأكثر إمكانية واسعة جدا حتى تمر عمليات التطبيع هذه. ومنها ما كان يسمى في المؤتمرات السابقة التي ذكرتها منذ حين، الوهابية الجديدة والتطبيع الجديد، حتى أن إخلاء
المنطقة العربية والإسلامية من خلايا الصهيونية وشبكات الصهيونية، ربما قد ندرسه كذلك بعد الانتصار على الكيان الصهيوني وتحرير الأرض وليس قبلها فقط. ومن يتذكر هنا نظرية روتيرن، يعني العودة إلى خيبر، روتيرن تو خيبر ويعني وما شبهها، يتذكر أن أو يفهم أن الكيان الصهيوني حتى الآن ينظر إلى هذه المناطق كمناطق استرجاع ومناطق نفوذ، وربما يعزم أو يفكر في خوض معارك ما انطلاقا من نافذة التطبيع هذه حتى يستعيد هؤلاء إلى جانبه. وأنهي قولا واحدا بمسألتين بسيطتين، يعني في المنظار القريب جدا، بالأمس أو قبل يعني قبل أيام في العدوان الأخير على سوريا كان الكيان الصهيوني يسمي العملية الساحة الشمالية عملية يعني الشطرنج، وهؤلاء يستعملهم بيادق في الشطرنج وفي لعبة الشطرنج هذه. وفريدمان مثلا عندما صرح لإذاعة الجيش الصهيوني، فريدمان السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني، يعني عندما يشكر جماعة البحرين أو عندما يشكر جماعة بن سلمان أو جماعة الإمارات أو غيرهم، هم حقيقة يعتبرونهم حراس البوابة، حراس بوابة حتى العودة والتحرير. طيب، وهذه تسمية المظاهرات مظاهرات العودة الكبرى على في يعني في قطاع غزة وحذو السياج المصطنع، هؤلاء هم حراس البوابة وأولى بهم أن يطلبوا أن يكونوا في الكابينة الصهيوني إذا سمحوا لهم. دكتور ميخائيل في واشنطن أيضا، نعم، في إطار الحديث عن الأسباب التي أوصلت الأمور إلى هذا المستوى من يعني العلاقة مع إسرائيل. دكتور نبيل ميخائيل، أيضا من ضمن الأسباب الموجودة في المشهد حالة غياب واضحة للدول العربية الفاعلة أو الرائدة خلال الفترة الماضية، وانشغالها بالاقتتال الداخلي بإرهاب إلى آخره. هل تعتقد أن هذا مهد الطريق لهذا التطبيع المجنون أو هذا التطبيع السريع المكشوف بين بعض أنظمة الخليج وبين إسرائيل، والإعلان عنه بشكل يعني بدون خجل كما قلنا قبل قليل؟ هل تعتقد أن التغييرات التي حصلت في الجغرافيا في مراكز القوى في العالم العربي هي ما فتحت الطريق أمام هذا المشهد المؤسف اليوم الذي نراه؟ تحية لحضرتك، وأسف أني ما كانش فيه لك. حياك الله. بسبب تعثر الاتصالات، لكن أتمنى أن يكون صوتي واضح. معذرة. أرجوك تنبيه. نعم، أنا أتفق مع حضرتك أن هناك معطيات جيوبوليتيكية هامة جدا هي أسهمت في تقارب عربي خليجي مع إسرائيل. هعدد 7 أسباب بسرعة، وبعدين لو كان في أي مجال للتعليق أنا جاهز للرد. أولا عمق الأزمة السورية والتخوف من انفجار الموقف، فبالتالي الدول المجاورة لسوريا يعني بتناقش سرا أو علنا ما هي أخطار الأزمة وراء حدود سوريا. ثانيا محاولة تهدئة الموقف في لبنان، ويعني التخوف من صعود نفوذ حزب الله، وبالتالي هذا يتطلب مناقشات مع أطراف عدة حول الموقف في لبنان، وعلى الأقل منع تكرار الحرب الأهلية الدامية التي بدأت كانت في منتصف السبعينيات. ثالثا زيادة نفوذ روسيا في المنطقة، والإحساس بأن روسيا قادرة على احتواء أزمات خاصة بعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين والعرب بصفة عامة، وأيضا هذه الثقة الزائدة أو المتصاعدة في روسيا يقابلها أيضا يعني شكوك في مواقف أمريكا، أن أمريكا يعني على الأقل عندما تبدأ حرب زي ما حصل في العراق لا تستطيع إنهائها. هناك أيضا عامل رابع هو التخوف من إيران، وأيضا ضغوط أمريكية، يعني الدور الأمريكي لم ينتهي بعد، أمريكا لها نفوذ كبير في المنطقة، فهي بطبع أيضا من أجل يعني تحريك عملية المصالحة مع إسرائيل والدول العربية بصفة عامة. ثالثا محاولة زيادة عزلة تركيا. تركيا يعني البعض يراها أنها في عزلة، مثلا الأوروبيين بيضغطوا على أردوغان، العرب بيروا أن تركيا فقدت العديد من يعني مزاياها الاستراتيجية، فبالتالي لو في تقارب إسرائيلي عربي هذا سيزيد من عزلة تركيا. أخيرا ودي النقطة 7، التقارب العربي الخليجي مع إسرائيل يمثل عتاب على الفلسطينيين، مش بس علشان أن هم يعني قد تكون لهم مواقف فلسفية أو سياسية مختلفة مع العرب، لكن هو أيضا نوع من الضغط عليهم أو العتاب عليهم لفشلهم في تحقيق وحدتهم الوطنية.
فكل هذه الأسباب بتدفع إلى نوع من التقارب العربي. فقط دكتور نبيل، عفوا دكتور نبيل، آخر جملة لو سمحت، عتاب على الفلسطينيين لفشلهم، والله ما سمعتها، بس لفشلهم في إبرام تسوية. متأسف، لا، عتاب عربي على الفلسطينيين لفشلهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. فيعني أكنها رسالة تبعث لهم، حلوا مشاكلكم واحنا لا هنتقارب مع إسرائيل، أنتم فشلتم في تحقيق وحدتكم الوطنية. فدي يعني ممكن تكون هي القضية الخاصة بعلاقة ما بين منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية وجماعة حماس، أو ما بين فصائل فلسطينية أخرى. فيعني ده برضو نوع من الضغط العربي على الفلسطينيين من أجل أن يحققوا الوحدة الوطنية، لأن طبعا ده هيكون خطوة مهمة جدا في سبيل تحقيقهم لحلمهم بإقامة دولة. طيب دكتور، إذا هذه هي الأسباب. اسمح لي أيضا وضيوفي ومشاهدينا أن نعرض هذا التقرير الذي يتحدث عن مفارقة، يعني بينما يهرول فنانون وفرق رياضية وسياسيون عرب لمصالحة قتلة الشعب الفلسطيني، ينتفض فنانون غربيون ضد السياسات الإسرائيلية بالإدانة والمقاطعة. هذا تقرير لحسن عبد الله، ثم نعود للنقاش. يعرف الفنان كيف يختار اللحظة التاريخية ليعبر عن إنسانيته وانحيازه للعدالة. هذه هي حال الفنان البريطاني الشهير روجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة بينك فلويد الشهيرة، حين اختار حفلا ضخما في مدينة ليون في فرنسا ليدين قتل الإسرائيليين للفلسطينيين في غزة. الفنان البريطاني توجه إلى الجمهور وطلب منهم أن يقولوا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الفلسطينيين يموتون، قولوا ذلك للسيد ماكرون. صحيفة لباريزيان الفرنسية وصفت حفل الفنان البريطاني بالضربة القوية، فقد خصص قسما منه لحملة حادة على دونالد ترامب، وعلى شاشة ضخمة أمام الجمهور كتبت شعارات تقول الخنازير تحكم العالم، ترافقت مع صور للرئيس الأمريكي على شكلة خنزير. وفي سياق نضالي آخر، أعلن المخرج السينمائي الفرنسي الكبير جون لوك غودار دعمه لحركة مقاطعة السينما الإسرائيلية في فرنسا. غودار، وهو رائد الموجة الجديدة في السينما العالمية الذي خاض مواجهات قاسية مع حملات اتهامه بمعاداة السامية، أضاف اسمه إلى عريضة لصناع سينما عالميين تدعو إلى مقاطعة مناسبة موسم فرنسا إسرائيل التي ينظمها المعهد الفرنسي. وجاء في الدعوة إلى المقاطعة أنه تحت ستار تشجيع الحوار والتبادل، فإن هذه المبادرة هي في الواقع مناورة تنفذها الحكومة الإسرائيلية لاستعادة صورة دولة إسرائيل، فيما سياستها اليومية هي الأكثر صرامة ضد الفلسطينيين. هذه مقاربة للتعاطف كثير من الفنانين في الغرب مع القضية الفلسطينية، مع الشعب الفلسطيني، بينما هناك نخب ثقافية ورياضية تذهب للتطبيع. قبل مناقشة هذه النقطة دكتور عبد الستار قاسم، هناك أسباب ذكرها ضيفي الدكتور نبيل ميخائيل في واشنطن، سبع أسباب. أريد أن نعلق إذا سمحت دكتور على ما يتعلق بالفلسطينيين أنفسهم. الفلسطينيون يلقى عليهم مسؤولية هذا التطبيع بسبب أنهم منقسمين، بسبب أنهم لم يوحدوا برنامجهم تجاه مواجهة إسرائيل، بسبب أنهم لم يقبلوا أو لم يتجاوبوا مع كل الوساطات العربية، منها كان في صنعاء، منها كان في مكة، كان في بدمشق، كل المصالح والقاهرة، كل المصالحات لم باءت بالفشل. لماذا نلوم الآخرين إذا كان الفلسطينيون أنفسهم لا يستطيعون أن يتوحدوا؟ هذا منطق موجود الآن. طبعا أستاذ كمال، هذا صحيح، ونحن للأسف يعني منواجه مشكلة مع وسائل الإعلام، أنه كلما تطرقنا إلى هذا الموضوع وحاولنا أن نشرح من أجل أن نصنع ضغطا إعلاميا على الفرقاء في الساحة الفلسطينية، وسائل الإعلام بتهرب، ما بدها تسمع، وكأنها يعني ما بدها تبرز الأخطاء الموجودة على الساحة الفلسطينية. أخي، الأخطاء إن لم تبرز لن تعالج، ولهذا يجب أن نكون واضحين تماما. فما تفضل به
الأخ الدكتور نبيل ميخائيل هو صحيح 100%. طيب نحن جزء كبير منا الشعب الفلسطيني عم بيطبع، ونحن نعترف بالكيان الصهيوني، ونحن ننسق أمنيا مع الكيان الصهيوني. طيب أنا كيف بدي أطلب من دولة عربية ألا تنسق مع الصهاينة أو ألا تطبع وأنا على رأس التطبيع؟ يعني هي المفاوضات بحد ذاتها ليست تطبيعا، هي تطبيع، بل هي قمة التطبيع أيضا. وهناك علاقات أكاديمية واجتماعية وإلى آخره موجودة مع الصهاينة. وإذا كنا بدنا نلوم الفنانين العرب والمثقفين العرب والأكاديميين العرب، لا، في عنا أكاديميين ومثقفين وفنانين يطبعون مع الكيان الصهيوني موجود، ولا يوجد رادع. والسلطة الفلسطينية لا تتخذ إجراءات، حتى في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية لا يوجد بنود حول عملية التطبيع. والميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان يتحدث على تحرير فلسطين، والقانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذاك الميثاق القومي ألغي، والقانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية فقط يطبقونه على المساكين والفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة. فجدليتنا نحن أستاذنا ضعيفة، ضعيفة جدا. أنت إذا كنت تريد الناس أن يتمسكوا بمبدأك، نعم. المشكلة هنا، المشكلة هنا بهوية، بجنسية من يطبع، أنه إذا طبع بعض النخب الفلسطينية هذا يعطي مبرر لكل الأحرار في العالم والعرب أن يطبعوا، أو إذا طبع عربي هذا يعطي انطباع لآخر أن يطبع، أم المعيار هو التطبيع بذاته أيا كان هذا المطبع؟ أخي، يعني موقف الدول العربية بالأساس من القضايا العربية هش جدا. قضية الوحدة العربية، قضية مياه النيل، القضية الفلسطينية، القضية كانت في العراق والقضية في سوريا، مواقف الدول العربية هشة جدا. هي تنتظر من يكسر الجرة، تنتظر من يعلق الجرس. الآن كان المفروض أنه نحن ننأى بأنفسنا تماما عن تعليق الجرس، هذه مش شغلتنا. مصر اعترفت بالكيان الصهيوني، الأردن اعترف بالكيان الصهيوني، هذا لكن لم يكن مبررا قويا للعرب حتى يخرجوا من جحورهم. الآن خرجوا لأنه شافوا أن الأمور متسيبة، والذي لا يريد أن يلحق بركب الكيان الصهيوني سيلحق به أذى كبير جدا. وكما قلت أنه أمن العديد من الأنظمة العربية مرتبط بالمظلة الأمريكية، والمظلة الأمريكية تحتاج إلى رضا الكيان الصهيوني من أجل أن تحمي هذه الأنظمة. ففي مشكلة، لكن أنا بدي أبرز نقطة أستاذ. أولا يجب أن نتطلع، أستاذ كمان لحظة، نتطلع إلى القيمة العليا التي تحكم سلوك الأنظمة العربية سياسيا. القيمة العليا هذه هي المحافظة على نظام الحكم. الآن إذا تطلبت المسألة المحافظة على نظام الحكم، إقامة علاقات مع الصهاينة، أو إقامة علاقات مع روسيا، أو إقامة علاقات مع الأرجنتين، فهم سيذهبون لأن القيمة العليا تتطلب ذلك. الآن الكيان الصهيوني نعم يوفر لهم المحافظة على أنظمة الحكم، وبالتالي من المتوقع أن القيمة العليا تحكم كل القيم الثانوية. نعم. طيب هنا اسمح لي أن أسأل أستاذ صلاح الداودي أيضا بالمقابل. هناك من يطرح، أستاذ صلاح، وأخذ رأيك بهذا السيناريو، أن تدمير سوريا، تدمير ليبيا، الإرهاب وتسليطه على القاهرة، على مصر، أيضا كل هذا كان في إطار التمهيد لانتقال الإدارة، إدارة المنطقة العربية، إدارة القرار العربي لبعض الدول الخليجية، وهنا تكمن فرصة أن تذهب بعلاقة مع إسرائيل. هذا يقع في إطار نظرية مؤامرة مبالغ فيها، أم فعلا هذا ما جرى؟ هذا يقع في واقع ما جرى، ويقع في نظرية ما يسمى ضرب الكلاب ببعضها أمريكيا، واقعيا من تونس حتى تطوان، أو من قرطاج حتى جاكرتا. الكل يعلم الآن أن هذه الأدوات الخليجية لعبت في ليبيا، ولعبت في تونس، ولعبت في الجزائر وفي مراكش وفي غير مكان حتى نواقشط، وساهمت وشاركت مشاركة واسعة وواضحة وفاضحة في العمليات الإرهابية، وحتى
الشكوك تحوم حول علاقاتها بالشبكات والخلايا الصهيونية عبر الوسائط الإلكترونية، الوسائط الاستخباراتية، حتى في موضوع الاغتيالات السياسية. هذا أمر واضح، ولذلك أنا أميل إلى القول أن هذه الحكومات المستعربة المتصهنة هي مختنقة، وهي يعني منذ جاء ترامب إلى الخليج واجتمع بهؤلاء الناس يعني جميعا ودخل في استراتيجية يعني مفاوضتهم على عروشهم وعلى أموالهم، هم قد يفتضحون في أي يوم من الأيام بجرائمهم التي تورطوا فيها، وقد يقادون حتى إلى المحاكم الدولية. ولذلك هم الآن يشتغل بهم الكيان الصهيوني كأدوات إرهابية في المنطقة، ولكن هذه المرة أدوات حكم بالإرهاب، ويعتبرها مناطق عازلة بين قوى المقاومة وبين الكيان، ويعتبرها مناطق يعني أوسلو إمارات وأوسلو رياض وأوسلو بحرين وما إلى ذلك، ويعتبرها أيضا مناطق بالتعبير المقلوبة يعني فيتنام الكيان الصهيوني. يعني إذا خربت وإذا دمرت فالأولوية أن تدمر هذه الدول قبل أن تصل أو يصل رصاص المقاومة إلى صدور أو صدر العدو الصهيوني. أكثر من ذلك، الكيان الصهيوني فشلا ذريعا كل هذه السنوات يعني ببيانات الأمن الداخلي الأمريكي في استعادة الذين يهاجرون بالمئات الألاف المسجلين وغير المسجلين، حتى أن الفارق بين سنة يعني 96-2006 و95-2015 تجاوز 66,000 إضافة، يعني بالمضاف سنة يعني في السنة هذه السنة الفارطة 87,000. والإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني كلها في استراتيجية ما يسمى كسب الأدمغة هي كلها فشلت. 2011 فشلت، و2013 فشلت، و2016 فشلت، ولم يعد له من رهانات كبرى في المنطقة إلا التعويل على هؤلاء، وهؤلاء هم الذين حسب رأيه سيعدلون ميزان القوى عبر اختراق هذه المجتمعات، أو على الأقل عبر تحييد القوى الشعبية، وعبر حشد طاقاتهم ومقدراتهم العسكرية في أي معركة محتملة. أنهي يعني بكلمة، هؤلاء هم وعد بلفور القديم، هؤلاء هم قدامى وعد بلفور، وهؤلاء هم جدد وعد بلفور، ولم يتغير شيء. طيب دكتور نبيل ميخائيل، أخذ رأيك بما قدمه ضيفي من قراءة، وأضيف عليها مسألة إيران التي يضعها المطبعون أو المتحالفون مع إسرائيل، أيا كان التوصيف الدقيق لما يجري الآن، يضعونها المبرر للتنسيق مع إسرائيل، التحالف معها والتطبيع معها. هل تجد فعلا أن الدول العربية ترى في إسرائيل المعاضد الآن في وجه إيران؟ وهل قصة التطبيع يعني المسألة ليست تطبيعا بحتا، إنما هو تخطيط وتنسيق لإدارة صراع في المنطقة مع إيران وحلفائها؟ يعني حضرتك في سؤالك عرضت أكثر من قضية، هبدأ بالشق الأخير من السؤال ألا وهو تنسيق عمليات التعامل مع إسرائيل. نعم، ربما يكون التعامل مع إسرائيل من قبل الدول العربية ليس مركزا على الجانب السياسي، لكنه مثلا يتخذ سمات التعاون الاقتصادي، وبالذات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. يعني مثلا ممكن نسمع أن فريق مثلا من الخبراء في مجال الحاسبات الآلية والكمبيوتر من إسرائيل توجه مثلا إلى دولة عربية وبحث كيف يمكن تطوير أنظمة المعلومات والقدرات التكنولوجية في هذا المجال. ده بالنسبة لما طرحته في الجملة الأخيرة من السؤال. أما عن موضوع إيران فهو متشعب، لأن أولا هنا في تغيير كبير من ساعة يناير 2017 مع مقدم دونالد ترامب أنه كاره لإيران شخصيا. يعني القضية الخاصة بإلغاء مشاركة أمريكا في اتفاق إيران للمجموعة السداسية ده موضوع متشعب جدا، لكن حاول أكتفي بجزئيات محدودة لعلها تلقي الضوء على سلوك أمريكا وسلوك عدد من الدول العربية عامة ومن ناحية إيران بصفة خاصة. نقطة البداية أن ترامب كاره لإيران، أن ترامب أيضا لن يدخل حرب ضد إيران لأنه لا يريد أن يكرر أخطاء جورج بوش في العراق ويدخل حرب طويلة لا يستطيع أن يعني ينهيها. لكن هناك خطط، ويعني ده احتمال تطبيقها صعب وبعيد جدا، إن لو تفاقم الوضع قد يعطي ترامب أو خليفته أو ما يشاركوا في عداء تجاه إيران تعليمات بأن تقصف القوات الجوية في أمريكا
مواقع المنشآت النووية في إيران. ده سيناريو محتمل لكنه يعني ليس يعني وارد حاليا، لأن البنتاغون نفسه عاوز يعني يعرف مدى نجاح هذه الخطة ومدى قدرات أمريكا على تنفيذها، وأيضا رد الفعل الإيراني إنه ممكن طبعا يكون عنيف ويعني قوي. فدي نقاط مهمة. فالموضوع الإيراني هو أنها أصبحت أزمة استراتيجية، فالجميع يتعامل معها بمعطيات تخص مصالحه، لكن لا شك أن دول الخليج. لكن هنا سؤالي دكتور نبيل، الصراع في المنطقة، الصراع منذ أكثر من 65 عاما ينزاح من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع بعض الأنظمة العربية وإسرائيل في مواجهة إيران، الصراع يأخذ هذا الشكل وهذا المنحة؟ لا، في الحقيقة أنا أختلف مع حضرتك في هذا الطرح، لأن المنافسة مع إيران لم تلغي يعني أهمية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدليل مثلا أن نفس الدول اللي بتعادي إيران وترحب بقرار ترامب بإلغاء مشاركة أمريكا في الاتفاق النووي تعترض على قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس في بحر أيام وساعات قليلة. فهنا ما زال يوجد نوع من مركزية القضية الفلسطينية. لكن السؤال هو يعني هل إيران الاهتمام بها سيضغى على الاهتمام بشأن الفلسطيني؟ أنا بس هجاوب يعني نعم، بسبب حاجة واحدة بس، أن الدول العربية الآن ترى إيران ليس فقط على أنها منافس جيوستراتيجي، لكن هي أيضا ضالعة في رسم مسار سوريا. فالتقارب العربي الإسرائيلي أنا شخصيا أراه ربما تكون له ملفات عدة، لكنه ينحصر الآن في محاولة احتواء دور إيران في سوريا، وهذا أيضا يتفق مع الرؤية الإسرائيلية وإلى حد ما رؤية أمريكا. طيب دكتور وضيوفي في تونس ونابلس مشاهدينا، نتوقف مع فاصل قصير ثم نكمل في عناوين ملف المسائية لهذه الليلة، ابقوا معنا. مجددا حياكم الله من هنا من العاصمة العراقية بغداد. موجة التطبيع تتزامن مع استمرار السعودية وحلفائها الخليجيين بشيطنة إيران والاصطفاف إلى جانب إسرائيل، وهو ما ظهر أكثر بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي والمواقف التي تلت هذا الانسحاب. هذا تقرير لأحمد عبد الله. أن تصف أوساط إسرائيلية كلام وزير خارجية البحرين المدافع عن إسرائيل بالمدهش، فهذا يعني أن إسرائيل نفسها لم تكن تتوقع أن تصل العلاقة بينها وبين بعض الدول العربية إلى هذا الحد من الغزل العلني. تغريدة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد التي أعطى فيها إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لم تخرج عن سياق المواقف الخليجية الأخيرة، لكنها كانت الأكثر وضوحا وصراحة في سلسلة تصريحات خليجية طيلة الأشهر الماضية عنوانها شيطنة إيران والاصطفاف إلى جانب إسرائيل. هو جرم في حق الإسلام وفي حق القضية الفلسطينية وفي حق الأمة كلها، هكذا وصفت جمعية الوفاق البحرينية كلام خالد بن أحمد، وطلبته باحترام شعب البحرين وتقديم استقالته ومغادرة هذا المنصب. صوت معارضي التطبيع في الخليج ما زال مرتفعا، لكنه ليس كافيا. فسعي الدول العربية وعلى رأسها السعودية لتوطيد علاقاتها مع إسرائيل لم يتوقف عند تبادل المديح الإعلامي بين الطرفين، بل تجاوز ذلك إلى مرحلة التفاهمات المشتركة وتنسيق الخطوات حول الملفات الساخنة في المنطقة، وعلى رأسها الملفان الفلسطيني والإيراني. انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وضع إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين وجميع الدول العربية التي أيدت الانسحاب دون العالم أجمع في الخانة نفسها. تقول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في هذا الصدد إن حلفاء ترامب الخليجيين دفعوه إلى الخروج من الاتفاق النووي وشاركوه الرأي في أن الاتفاق لم يؤدي إلا إلى تشجيع المغامرات العسكرية الإيرانية في المنطقة بحسب الصحيفة.
هو اصطفاف ليس موجها ضد إيران فحسب، بل يعطي إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في عدوانها وهجومها وتصعيدها المستمر بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية. دكتور عبد الستار قاسم، عندما يقول وزير خارجية البحرين إسرائيل تدافع عن نفسها بعدوانها الأخير على سوريا، هذا يعني الكثير بالإضافة لما ذكرته هارتس عن لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية مع سفير الإمارات بواشنطن، تقارير كثيرة وفي ترويج يعني عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملة إساءة للفلسطينيين خلال الفترة الماضية. تقديرك دكتور، المدى الذي سوف تصل إليه عمليات التطبيع والتقارب بين بعض دول الخليج وبين إسرائيل، وهل تعتقد أنه في ظل الواقع العربي الحالي هناك إمكانية للوقوف في وجهه؟ الإمكانية بالوقوف وجهه نعم وارد جدا، لكن هذه الإمكانية تبدأ بنا نحن الشعب الفلسطيني. هل نصحح المسار وبالتالي نعمل على تعديل الوضع في الساحة العربية أم لا؟ حتى الآن لا، الأمور ليست بصورة جيدة، أما الإمكانية موجودة. وأيضا هناك دول عربية يمكن أن تقف في وجه هذه التطورات، يعني مثلا العراق، يمكن سوريا، لبنان بالتأكيد. وأيضا نتساءل عن دور الجزائر، أين الجزائر؟ والمفروض أن يكون لها دور، وهي يعني رائدة الثورة العربية. لكن على أي حال، يعني أين نقطة النهاية في هذه العلاقات؟ نقطة النهاية هي التحالف العسكري ووضع القواعد العسكرية العربية في الخليج تحت هيمنة الجيش الصهيوني، الطيران أو سلاح الجو الصهيوني، لكي يعتدي على إيران. وهنا في ظن خاطئ لدى دول الخليج، هم يظنون أنهم يستطيعون توظيف الكيان الصهيوني وكيلا حربيا بالنيابة عنهم. يعني بدهم هم الصهاينة يحاربوا إيران، الأمريكان يحاربوا إيران، هذا غير صحيح. الكيان الصهيوني لن يطوع نفسه ليصبح وكيلا عسكريا يدافع عن دول الخليج ولا الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء يتصرفون وفق مصالحهم وفق تقديراتهم العسكرية والأمنية وليس وفق تقديرات العرب. وإذا كان في هناك عبيد، نحن العرب ثبت عبر التاريخ أنه نحن عبيد للغير، ليسنا جميعا ولكن جزء كبير منا. الغير حتى الآن لم يطوع نفسه، ولا أعتقد في حالة الضعف العربي أن هناك من سيطوع نفسه عبدا للعرب للأسف الشديد. ولهذا يعني الإمكانية أخي موجودة، لكن الاحتمالات ضعيفة بسبب هذا الوهن الكبير الذي تعاني منه الأمة العربية. لكن دعني أقول أنه مثلا عندما انطلقت الصواريخ السورية باتجاه القواعد العسكرية الصهيونية في الجولان، هذا يؤثر بصورة كبيرة جدا على معنويات الجماهير العربية. إذا ارتفعت معنويات الجماهير العربية فقدرتها على المقاومة والوقوف في وجه عمليات التطبيع والتحالف العسكري ستكون أكبر بكثير. ولهذا دائما يعني نقول للسوريين ونقول للبنانيين وللفلسطينيين أنه لو حتى تكلفتم خسائر بالمزيد لا تفوتوا فرصة الرد على الاعتداءات الصهيونية، لأن في هذا منفعة كبيرة للأمة العربية ككل وليس لدولة معينة على حساب أخرى. نعم، اسمح لي أسأل أستاذ صلاح الداودي حول موضوع الجماهير. أستاذ صلاح، موضوع مناعة الشارع العربي أو مناعة المجتمعات العربية في وجه العلاقة مع إسرائيل بسبب هذا الصراع الطويل وأخذ أرض فلسطينية وطرد شعب وإلى آخره، هل تعتقد موضوع مناعة الشارع العربي هذا المفهوم لا يزال كما كان في الحقب الماضية، كما كان في الستينات والسبعينات والثمانينات، أم أن هذا المفهوم تغير اليوم أصبح قريب من الأسطورة؟ يعني الشارع العربي، هناك من يقول لك الآن الإنسان العربي يبحث عن الرغيف، يبحث عن لقمة العيش، عن إطعام أولاده، عن حمايتهم من الإرهاب،
ومن المجرمين ومن القتلة. الآن لا يفكر لا بالمناعة ضد إسرائيل ولا بمقاطعة إسرائيل ولا إلى آخره. هذه المقولة بين أنها حقيقة وبين أنها أسطورة. هي يعني ربما نصف حقيقة، باعتبار أن الموجات الجماهيرية الكبرى التي كنا نعرفها في العالم العربي والإسلامي كانت موجات جماهيرية مرتبطة بطبيعة أنظمة الحكم وطبيعة الزعامات وطبيعة الصراع ومقدرات القوة والقوى الموجودة في المنطقة، وهذا تركيب معقد ثقافي وحضاري وروحي يعني معقد جدا ويطول فيه الحديث. إلا أن هذه المناعة إذا أردنا أن نتحدث عنها الآن، هي بالفعل الجماهير العربية في أغلبها تعيش حالة المواطن المنهوب والمقهور والمغلوب على أمره، وهي تعيش أصلا في مجتمعات الاحتقار مثل يعني الشعب الإماراتي أو الشعب البحريني أو الشعب السعودي. إلا أن جزءا من تحصين هذه العقول هو موجود، على اعتبار أنه في الحديث مع الناس عندما يسمع الناس أنه داخل الكيان، مثلا يقال أن ترامب ربما يحوز على نوبل للسلام، أو أنه نجم من النجوم يعني بموضوع صناعة الخروج من الملف الإيراني، أو موضوع القدس، أو أنه سيتحول إلى إله شمس بما أنه سيفكك المشروع الإيراني ثم سيفكك المشروع الكوري، أو أنه سيكون تفاجأ بعض الصهاينة وقالوا نحن مندهشون، هل أننا أمام ترامب أم أننا أمام غاندي. في الحقيقة كل هذه الأشياء لا يمكن أن تمر على الشعوب العربية، والشعوب العربية تعرف، وهذا حتى نتيجة الدراسات السوسيولوجية الميكرو سوسيولوجية الصغيرة، يعني حتى في الاحتكاك اليومي مع الناس يعرفون أن مربط الداء هو في التطبيع، والتطبيع يأتي أكثر ما يأتي يعني القنوات الخليجية عبر الأيادي الصهيونية، بما في ذلك كما قلنا عمليات القتل وعمليات يعني الترويع والتهجير والعمليات الإرهابية. ثم أن الكتلة الاستراتيجية الكبيرة المعروفة في المنطقة بالعقل وليس فقط بحساب يعني الميزة الروحية التي سميناها مناعة، الناس يعرفون أن الكتلة التي تنتمي إليها إيران ككتلة استراتيجية هي كتلة قوية ويراد تدميرها، وأن هؤلاء الذين يلهثون وراء التطبيع ذهبوا بهم حتى إلى 11 سبتمبر، حتى إلى نيويورك، ذهبوا بهم إلى أفغانستان، ذهبوا بهم إلى سلفادور، ذهبوا بهم إلى نيكاراغوا وكوبا، ذهبوا بهم إلى كل أرجاء المعمورة. والناس يعلمون أن كل هذه الكيانات لو كانت مجاورة للجزائر أو لتونس أو لأي يعني منطقة عربية أخرى لكان السعوديون ومن معهم لكانوا لعبوا نفس اللعبة ووظفوا نفس الأدوات وهددوا أمن وحياة هؤلاء الناس. وهنا حياة قبل الناس أن أذهب بالمعنى الأمني ليست أهم من حياة الناس بالمعنى الرمزي يعني يعني حتى الفكر. قبل أن أذهب للدكتور نبيل ميخائيل لأسأله حول بعض النقاط، أريد أن أعرض هذا التقرير حول الرأي العام والشارع العربي الرافض للتطبيع مع إسرائيل. نعرض هذا التقرير لزميلنا رضا الباشا ثم نعود. عجز غضب الشارع العربي على قرار صفقة القرن عن أن يكسر خطط التطبيع مع إسرائيل. رفض الشعب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، أحرقت أعلام أمريكا وإسرائيل، وكان القرار واضحا لا لبس فيه، العودة حق لا تنازل عنه، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية. أنا أشوف القدس مدينة عربية، فكيف تصير إلى عاصمة إسرائيل؟ أنا أشوف من نظرتي أن هذا مرفوض. ولدنا في بلدنا، بدنا نرجع بلدنا فلسطين إلنا غصب عن ترامب وغيره. عروبة القدس وقدسية القضية لم تكونا كذلك في أروقة السياسة. شكلت الوفود الخليجية شبه الرسمية إلى تل أبيب بداية مرحلة جس النبض. بداية كشف المستور تجلت بالإعلان عن زيارة رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق أنور عشقي إلى إسرائيل. توالت بعدها زيارة الوفود الخليجية عشية إعلان ترامب إصراره على تنفيذ صفقة القرن. وبالذريعة الخطر الإيراني بدت تصريحات دول الخليج أكثر وضوحا حيال تقاطع المصالح مع حكومة الاحتلال. صنفت حركات المقاومة في بعض الدول كحركات إرهابية في خطوة ابتعدت كل البعد عن رأي الشعب العربي. ولتغيير رأي الشارع ومزاجه الداعمين للمقاومة والقضية الفلسطينية ظهرت موجة إعلامية إسرائيلية تخاطب العرب بلغتهم، تغريدات بالعربية هدفها شيطنة المقاومة، صور وتصريحات إسرائيلية تحاول شق وحدة شعوب المنطقة لتتوج بمساع تسخر آيات القرآن لخدمة التطبيع وتمرير الوجود الإسرائيلي كحق طبيعي.
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكيف نفسر كل هذه الأعمال البذيئة التي يفعلها من يدعي إنه مؤمن من حرق للأرض؟ استخدام آيات القرآن لتشويه صورة المقاومة تزامن مع كشف تصريحات نقلها الإعلام الإسرائيلي عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال فيها: الشعب اليهودي له الحق في العيش في دولة قومية أو جزء من موطن أجداده على الأقل. كلمات تضرب عرض الحائط بكل إرادة الشعوب العربية وخياراتها. عودة من جديد، وبقي معنا دقائق قليلة. دكتور نبيل ميخائيل، أخذ رأيك في نقطتين بشكل سريع جدا. الأولى، هل ترى أن نقطة النهاية فيما يجري في المنطقة وتحالف عسكري بين إسرائيل بين بعض أنظمة الخليج في وجه إيران على قاعدة أن تواجه إسرائيل عسكريا إيران، هل هذه نقطة النهاية لما يجري الآن؟ لا، يعني لا أعتقد أن كلمة تحالف عسكري ستكون هي الكلمة المناسبة لوصف العلاقات العسكرية اللي قد تحدث بين دول عربية وإسرائيل. يعني هتكون لو تمت هتكون أمر مشابه للعلاقات العسكرية المصرية الإسرائيلية، إن يبقى في اتفاق جنتلمان، اتفاق تحت التيبل تحت المائدة عن خطوات استراتيجية. يعني مثلا لما دخلت عناصر جهادية شبه جزيرة سيناء، أمريكا وإسرائيل سمحوا للجيش المصري أنه يدخل مرة أخرى عسكريا إلى سيناء، وطبعا ده كان أمر مقيد بعض الشيء بإذن مصر بعد اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. فما أعتقدش أن هيكون في تحالف عسكري، لكن في حاجة مهمة، أنه سيتم تحريك المشهد عسكريا ما بين أمريكا وإيران. يعني أنا قلت في مقابلة سابقة لقناة المالكي أن أنسب سيناريو قد يحدث فعلا ما بين أمريكا بزعامة ترامب الكاره لإيران والجمهورية الإسلامية الإيرانية هو ما حدث عام 1987 عندما طلبت الكويت من البحرية الأمريكية رفع العلم الأمريكي على ناقلات البترول لتجنب صدمات مع البحرية لنشاط البحرية أو زوارق البحرية الإيرانية. فهنا حصلت مواجهات ما بين الهليكوبتر الأمريكية في منطقة الخليج وقوارب البحرية الإيرانية، وكانت قوارب سريعة يعني حجمها حتى ما كانش كبير. فستكون هناك مناوشات عسكرية إيرانية أمريكية لن تتخطى مرحلة الحرب، لكن ستؤيد خليجيا وعربيا. لكن لا أعتقد أن المشهد هيكون تحالف عسكري. هناك اتصالات عسكرية، هناك اتصالات مخابراتية، وأحد أسبابها هو خطورة الأزمة السورية. لكن السؤال هنا اللي مطرحه من واشنطن، إلى أي مدى ترامب يواجه إيران عسكريا؟ لأن هذا طبعا هيحدد إلى حد كبير سلوك الدول العربية عسكريا واستراتيجيا تجاه الجمهورية الإسلامية. دكتور نبيل، نقطة أخرى في نصف دقيقة، الشارع العربي في الحسابات فيما يتعلق بالتقارب مع إسرائيل؟ طبعا، يعني إحنا تكلمنا مع إيران، ولعلك شاهدت فيلم أنور السادات عندما كان يتحدث مع مزين الحلاق معه عندما قال له: يا سيد الرئيس، الشعب المصري لا يريد استضافة الشاه في مستشفى المعادي في مصر. فطبعا الحاكم العربي يقرأ تقارير المخابرات بعدة طرق، لوجود مخبرين كتير في الشوارع المصرية. طبعا ده من ناحية الأمنية ومن ناحية السياسية أمر مفروض. نعم، دكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كل الشكر دكتور عبد الستار قاسم، بروفيسور في الفلسفة السياسية من نابلس. أيضا كل الشكر لصلاح داودي، منسق شبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية من تونس. مشاهدينا، المسائية انتهت، في ختامها تذكير بعناوين ملف هذه الليلة. عشية الذكرى 70 لنكبة فلسطين، الإماراتيون يرفعون علمهم إلى جانب علم إسرائيل، وفنانون غربيون ينتفضون ضد سياساتها بالإدانة والمقاطعة. تخلى عن فلسطين في مواجهة التهويد والطمس، وترويج لصفقة العصر، قادة خليجيون يتدرجون في التطبيع وصولا إلى الدفاع عن اعتداءات إسرائيل في سوريا. تعويل في تل أبيب على اندفاع بعض العرب نحو التطبيع، وسط هجمة إعلامية إسرائيلية تصطدم برأي عام عربي يرفض المهادنة.
لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والإسبانية. لكم تحياتي وتحيات فريق الميادين الموجود هنا في بغداد، وإلى اللقاء.